أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في بداية حلقة جديدة من برنامج الحواري الوطني. في حلقتنا الليلة مشاهدي الكرام نناقش المخرجات الدستورية للحواري الوطني الشامل، ومعي السادة الدكتور محمد سيدي خباز أستاذ القانون الدستوري. أهلا وسهلا بكم. معي أيضا الدكتور سيدي محمد والسيد بو أستاذ القانون الدستوري، أيضا أهلا وسهلا بكم. معي كذلك الدكتور محمد رمين والعبيد أستاذ القانون العام ومحامي، أهلا وسهلا. كذلك الدكتور حاتم محمد المامي أستاذ القانون العام وخبير في الحكم الرشيد، أهلا وسهلا أستاذ حاتم. إذا المشاهدين الكرام، قبل أن نبدأ نقاشنا لدينا عنصران يؤطران هذا الموضوع على ضوئهما سنناقش. يتعلق الأمر بعنصر من خطاب رئيس الجمهورية ليلة البارحة في حفل اختتام الحوار الوطني الشامل. إلى العنصر مع الزميلة طيبة مثل الغوث. لعلها قضية تطرح وتناقش، ما فهمش. خرجة إعلامية جديدة لرئيس الجمهورية كانت كسابقاتها قوية وصارمة، إلا أنها هذه المرة حاسمة ورادعة، فقد أزال خطاب رئيس الجمهورية الضباب عن اللبس الحاصل حول مكتسبات البلاد من الديمقراطية، رادعا بذلك كل المحاولين والمشككين في مدى تقديسه للدستور وتمسكه بمبدأ التناوب السلمي أهم ركائز هذا المكتسب. نقاط عديدة حملها الخطاب، من أهمها ترسيخ الديمقراطية لمصلحة الوطن والشعب والأجيال القادمة كهدف أساسي من أهداف الحوار، رفض المقترحات المقدمة بخصوص تعديل المادتين 26 المتعلقة بسن الترشح للرئاسيات و 28 المتعلقة بالمأموريات الرئاسية، احترام دستور الجمهورية وإبقاؤه محافظا على المصلحة العامة سبيلا لترسيخ الديمقراطية وتقديما لمصلحة البلد على حساب المصالح الشخصية، حل مجلس الشيوخ وتنظيم استفتاء شعبي عام وفق مقتضيات الدستور، إنشاء مجالس جهوية منتخبة لتعزيز الديمقراطية وتوسيع فرص التنمية وتقريبها من المواطنين، وأخيرا تغيير رموز وشعارات الدولة ممثلة في العلم والنشيد اعترافا بدور حماة الوطن والذائدين عن حماه. شكرا للزميلة طيبة، كان هذا تقديما لأبرز ملامح خطاب رئيس الجمهورية الليلة البارحة في حفل اختتام الحوار الوطني الشامل. أيضا الزميلة طيبة قامت بتلخيص لأهم المخرجات على المستوى الدستوري. بعد 3 أسابيع من المشاورات في 4 ورشات متخصصة، خرج الإعلان السياسي المتوج للحوار الوطني الشامل ليحيط في شقه المتعلق بالقضايا الدستورية كل الإشكالات المطروحة في الساحة، بداية من التعديلات التي كانت مقترحة على المادتين 26 و 28، حيث تتعلق الأولى بسن الترشح والثانية بعدد المأموريات الرئاسية، وصولا إلى التأكيد على استفتاء شعبي على مخرجات هذا الحوار. الجانب الدستوري من الإعلان حمل أولاً عدم اعتماد المقترحات في المادة 26 و 28، إلغاء مجلس الشيوخ، تعزيز صلاحيات الرئيس والبرلمان لتوازن السلطات، حالة شغور منصب رئيس الجمهورية يخلفه رئيس الجمعية الوطنية، وفي حالة إعاقته يتولى رئيس المجلس الدستوري مهامه، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تفعيل دور هذه المؤسسة وإدراج إشكالية البيئة ضمن اختصاصاتها، دسترة السلطة العليا للفتوى والمظالم التي ستوكل لها مهام المجلس الإسلامي الأعلى ووسيط الجمهورية، محكمة العدل السامية، إلغاء هذه المؤسسة وتوزيع صلاحياتها بين القضاء والمجلس الدستوري مع الإبقاء على سلطة الاتهام من اختصاص البرلمان، تعزيز المجلس الدستوري من خلال إعادة النظر في تشكيلته ونمط تسييره وصلاحياته. وفيما يخص رموز وشعارات الدولة، النشيد الوطني والعلم، تقرر إجراء بعض التحسينات على العلم الوطني من أجل تثمين تضحيات شهداء المقاومة الوطنية الباسلة وتشجيع روح التضحية دفاعا عن الوطن، وتغيير النشيد الوطني. المجالس الجهوية، يندرج إنشاء هذه المجالس ضمن رؤية استراتيجية ترمي إلى تثبيت السكان في مناطق سكنهم وخلق نشاط اقتصادي قادر على فتح آفاق للتشغيل والإنتاج المحلي وتشجيع تقاسم مقدرات المصادر الاقتصادية بالبلد
بين كل ساكنته، ويجب اختيار أعضائه حسب معايير الكفاءة والنزاهة. وأخيراً، تنظيم الاستفتاء العام على مخرجات الحوار قبل انتهاء 2016. إذن هذان العنصران يعطيان صورة عن المخرجات في الشق الدستوري من الحوار الوطني الشامل. ننبه مشاهدينا الكرام لأنه بإمكانهم التواصل معنا عن طريق رقم الواتساب الظاهر على الشاشة، وكذلك صفحة التلفزيون على الفيسبوك، وأيضا من خلال التفاعل مع الهاشتاج الظاهر على الشاشة. أبدأ معكم الدكتور محمد سيدي خباز. دكتور، ما القراءة الأولية التي تقدمونها لهذه المخرجات الدستورية؟ هذه مخرجات مهمة، والحوار كان مهم، والموريتانيين عندهم تجربة في هذا المجال لتجاوز انسدادات العمل السياسي. في كل مرة هذا يعني مشروع بناء مجتمعي، بناء مؤسسات الدولة، وهذه إصلاحات مهمة. صحيح أن فيه طيف سياسي لم يشارك، وأعتقد أن الحوار يجب أن يستمر حتى يشمل كل الفرقاء السياسيين. وعلى كل حال هذه مخرجات مهمة، والنقاشات كانت أحيانا صاخبة، ولكن كان فيها أفكار كما قال رئيس الفضيلة، أفكار قد تكون ليست محل إجماع، ولكن الصياغة النهائية كانت محل إجماع. سؤال مطروح دكتور، من أين تكتسي هذه المخرجات في الشق الدستوري أهميتها؟ أهميتها لأنها تمس السلطة التشريعية. السلطة التشريعية مستقبلا ستكون مؤسسة واحدة هي الجمعية الوطنية أو مجلس لنواب الشعب. إذن هذا سيغير شيئا ما الثنائية التي كانت قائمة، وتترتب عليه تغييرات كثيرة في مواد الدستور. هذا يطرح مشكلة الشغور. كان رئيس مجلس الشيوخ في حالة شغور مؤقت الوزير الأول، وفي حال شغور نهائي رئيس سيكون رئيس الجمعية الوطنية. فيه صلاحيات شيئا ما للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، المقترحات اللي تم تداولها أنه في حالة حل الجمعية الوطنية هنالك لا يكون فيه فراغ. رئيس الجمهورية يشرع بأوامر لها قوة القانون، تقدم للجمعية الوطنية في أول اجتماعات ليصادق عليه، وهذه الصيغة. إذن دكتور، كملخص، أنتم ترون أهميته انطلاقا من أنه يلغي مجلس الشيوخ؟ يلغي مجلس الشيوخ، يعزز مكانة المجلس الدستوري، يدمج مجموعة من الهيئات في مجلس الفتوى والمظالم، ويعني هذه كلها أمور. أعتقد أيضا أن الطابع الجهوي، اعتماد الجهوية شيء أساسي. التنمية تبدأ قاعدية، ومركزة الأمور في العواصم والوزارات المركزية، هذا التوجه العالمي في كل الدول نحو بناء الدولة من القاعدة، اعتماد على المواطنين والمجالس المحلية. ثم فيه نقطة أخرى هي إلغاء محكمة العدل السامية. هذه محكمة كانت في دستور 59، دستور 61، دستور 91، ولم تقم بأي نشاط منذ أن أنشئت لأول مرة في أعتقد 2000 دستور دستور الأخير 2007 لم تقم بأي. إذن صلاحيات هذه المحكمة السامية موزعة بين الجمعية، ستكون موزعة بين مجلس النواب والمجلس الدستوري من ناحية، والقضاء. واضح. شكرا لكم. دكتور سيد محمد سيدبا، ما القراءة الدستورية التي يمكن أن تقدم لعدم اعتماد المادتين 26 و28 في مخرجات الحوار؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. شيء طبيعي جدا أن لا تعتمد المقترحات المتعلقة بتعديل هاتين المادتين.
لأنه من المعروف أن الدساتير الجامدة عادة تنص على بعض الأحكام التي يحظر تعديلها، وهذا الحظر عادة يكون الهدف منه استبعاد إمكانية المساس ببعض الأمور التي يرى المشرع الدستوري أنها جوهرية بالنسبة للدولة، وبالتالي فاحترام الدستور واحترام التجربة الديمقراطية بشكل عام يفرض احترام هذه الأحكام. فالدساتير عادة ما يعني لا يخلو أي دستور جامد من النص على بعض الثوابت التي يمنع تعديلها ما دام الدستور سري المفعول، وعادة تكون هذه الأحكام متعلقة بأمور أساسية تشكل ثوابت بالنسبة للبلد. أحيانا تتعلق سألتكم منطلق أن هاتين المادتين بالضبط كانت سبب في إثارة جدل كبير طيلة 5 أشهر الماضية، وأنه أتى الحوار أخيرا ليدحض كل ما كان يثار بشأنهما. إذن ما يمكن أن نقوله بهذا الخصوص هو أن المتحاورين اتخذوا موقفا كنا ننتظره، لأن تغيير هاتين المادتين معناه خرق سافر لأحكام الدستور، وبالتالي من الواضح جدا أن المتحاورين انتهوا إلى هذه الحقيقة، وبالتالي اتخذوا القرار بعدم المساس بأحكام هاتين المادتين لأن الدستور يمنع ذلك، وبالتالي فالتجربة الديمقراطية وآلية التناوب على السلطة تفريض احترام هذه الأحكام. إذن شكرا جزيلا لكم دكتور. في مخرجات حوار دكتور محمد الأمين كان هناك حديث عن توازن سلطات الرئيس والبرلمان بالإضافات الممكنة لتعزيز دور البرلمان وجعله متوازنا مع بقية السلطات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. قبل الإجابة على سؤالكم أود أن ألفت الانتباه إلى أن هذه المخرجات حاولت أن تبسط نظامنا الديمقراطي فقللت من هيئاته مع احتفاظها بمختلف المهام التي كانت مسندة لتلك الهيئات، وبالتالي فهي أيضا ذات مردودية أخرى من الناحية الاقتصادية، بحيث أنها ستخفض فاتورة الديمقراطية والتي هي من المعروف أنها عالميا فاتورة باهظة التكلفة، حيث أن هذه المخرجات فعلا من سماتها أنها ستبسط نظامنا وستقلل كذلك التكلفة، تكلفة تطبيق الديمقراطية. وفعلا هذه المراجعة كذلك ستشمل الاختصاصات السلطة التنفيذية وكذلك اختصاصات السلطة التشريعية، بحيث يكون هناك توازن بين السلطتين، وهو فعلا مفيد بالنسبة لتجربتنا الديمقراطية. هذا في جانبها بالطبع المتعلق بالتعديلات الدستورية. أما في الجوانب الأخرى فهي تطرح بعض الأفكار التي تستجيب لمظالم طويلة مطروحة منذ الاستقلال إلى اليوم. فمثلا المجالس الجهوية ومحاولة توزيع الثروة على المناطق الجهوية، هذه مظلمة للولايات طرحت منذ الاستقلال وحتى اليوم. إذن هذه أول مرة تقع فيها لفتة للاستجابة لهذا المظلم الذي تطرحه فعلا هذه الولايات، والتي أفرغها من أفرغت بسببه من ساكنتها كذلك، وأيضا اقتصادياتها المحلية ظلت دائما اقتصاديات تقليدية لم تستفيد من التطور الذي حدث بسبب فعلا كما أشار إليه تركز كل شيء
في العاصمة، وبالتالي طرحت فعلا هما كان مطروحا يستحق أن يجد حلا. لكن بالرجوع للسؤال، أي مقترحات في شكل نقاط يمكن إضافتها لصالح السلطة التشريعية ليكون دورها متوازن مع بقية السلطات الأخرى؟ لأنه ورد في المخرجات أنه سيكون هناك زيادة لصلاحية الرئيس والبرلمان عملا على تحقيق توازن السلطة. المهم أنه السلطة التشريعية مستقلة، من المفروض أنها تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية، والوسائل التأثير المتبادلة بين السلطتين هي محل هذا الموضوع بالتحديد، وهو إمكانية تدخل السلطة التنفيذية اتجاه السلطة التشريعية، وإمكانية المبادرة كذلك بالقوانين إلى آخر ذلك. هذه مجموعة من الاختصاصات التي كانت تقوم بها الحكومة، والتي أيضا في بعض الأحيان تكون صعبة بالنسبة للسلطة التشريعية أن تبادر بالقوانين. قد تبسط هذه الإجراءات التي تسمح للسلطة بأن تبادر بالقانون بدلا من السلطة التنفيذية. كذلك قد يسمح لها أن تحاسب السلطة التنفيذية أثناء تنفيذها للمأمورية التي هي فيها، وتحاسبها، يسمح لها بتبسيط أيضا محاسبتها لها. كذلك قد يسمح للسلطة التنفيذية هي الأخرى بأن تعطى وسائل ضغط أخرى هي توازي هذه الوسائل على السلطة التشريعية. وبالطبع هذا مجال يستحق أن يكون مدروسا، ولا يمكن إعطاؤه حلول ومقترحات في الوقت الراهن حوله. شكرا جزيلا لكم. دكتور حاتم، بخصوص إنابة الرئيس، طرحت المخرجات احتمالين، في حين أنه في الدستور الحالي كان هناك احتمال واحد. لا يفتح هذا على الأقل مزيدا من التأويل، أنه في حالة شغور كذاش وفي حالة عجز كذاش، خاصة وأن المجلس الدستوري الذي هو مرجح رئيسه لأنه يكون في أحد الاحتمالين طرف في هذه القضية، لأنه هو من يقرر في نهاية الحالة التي عليها الرئيس. سؤال وجيه. بسم الله الرحمن الرحيم. فعلا مشكلة الشغور مشكلة مطروحة، حتى تحديد المفهوم نفسه شنو. لأني سمعت أستاذي، بالمناسبة اسمحوا لي نقولهم كلمة، العميد أنا درسني ولا وشرف لي عني نعود نناقش معاه القانون الدستوري هون، غير محل الشاهد هون، وعلى نختار نقول للسياسة أنا ما عودوا كيفنا قد نناقشوا يعود ما بمصرع الجالي يعود مجرد تكامل أشياء، لكن تحفظ على شهور مؤقت وشهور نهائي في المفاهيم الدستورية. الشهور دائما نهائي، ما في شهور مؤقت. قد يكون هناك تعذر، قد يكون غياب، لكن هذا لا يعتبر شغور، لأن الشغور هي تقنية دستورية يقرر المجلس الدستوري بأن رئيس الجمهورية لم يعد موجود أو لم يعد بإمكانه أن يمارس مهامه. هنا الاقتراح الموجود كان الاقتراح، كان النص السابق هو رئيس مجلس الشيوخ. لماذا؟ لأن رئيس كان مجلس الشيوخ هي الهيئة الوحيدة في المؤسس في النظام الدستوري التي لا يمكن أن تحل، وبالتالي ديمومتها كانت تضمن نوعا ما استمرارية الدولة. لكن بما أن المتحاورين وبما أن الأولوية لدى الموريتانيين الآن هي إجراء برلمان وغربة واحدة، أصبحت إنابة رئيس مجلس الشيوخ رئيس الجمهورية مستبعدة، وآل الأمر إلى رئيس الجمعية الوطنية. لكن هناك إشكالية دقيقة ستطرح، لأن ما تفضلت به صحيح، المجلس الدستوري هو الحكم، لأن النظام الدستوري كله مبني على هيئة هي الحكم، وهي التي تستطيع أن في الأزمات أن تخرجه من أي أزمة، ولذلك لا يمكن أن تكون حكما وطرفا في نفس الوقت. هذا صحيح، رئاسة المجلس الدستوري لا يمكن أن تخلف رئيس الجمهورية، لأنها في النهاية هي التي ستعلن هل هناك شغور، وبالتالي ما يسمى بالأبجديات القانونية بتضارب المصالح قد يعيق الأمر. لكن بالنسبة للمشكلة الذي قد يطرح، هو هل رئيس الجمعية الوطنية، يعني الرئيس الذي انتخبه المكتب للمأمورية بأسرها، أم هو الرئيس الذي يخلفه لأمر ما؟ هذه التقنية يجب أن تأخذ في الحسبان،
أشاطرك الرأي أن مشكلة رئاسة المجلس الدستوري قد تطرح مشكلة قانونية حقيقية. شكرا جزيلا. للتنبيه فقط، الرأي ليس رأيي ورأي يثار، نحن هنا لنقول ما يتداول الآخرون بإبلاغ صوتهم ونقاشي. دكتور سيدي محمد، اسمحوا لي فقط أن أطرح لكم نفس الإشكالية وما تفضل به الدكتور حاتم، أنه إنابة الرئيس بدلا من أنها كانت في الدستور الماضي معروفة جهة واحدة في كل الحالات، درك عادوا جهتين وعادوا فيهم احتمالين، واحدة من هذه الجهات معنية بتحديد والله بقولان القول الفصل في الحالة اللي عليها الرئيس اللي هي المجلس الدستوري. من رأي كان هذا ما يطرح إشكال ويفتح يفتح مزيد من التأويل الاحتمالات اللي. أولا هو الشغور كما تفضل دكتور حاتم، شغور معناها خلو المقعد بشكل نهائي، والدساتير عادة تنظم حالة الشغور وتنظم حالة السفر وحالة المرض وحالة الغياب المؤقت. الدستور الموريتاني كان يعني أهمل نهائيا الحديث عن من يخلف الرئيس في حالة الغياب المؤقت، ونظم حالة الشغور واستند مهمة خلافة الرئيس في حالة الشغور لرئيس مجلس الشيوخ. طبعا المبرر واضح، وهو أن مجلس الشيوخ لا يمكن حله، وبالتالي هو مؤسسة دائمة، بينما الجمعية الوطنية المجلس الثاني يمكن حلها وتنتهي مأموريتها، وبالتالي قد يكون هناك فراغ في منصب الرئيس في نفس الوقت وفراغ في منصب رئيس الجمعية الوطنية. ولذلك ربما كانت هذه المبررات التي دفعت المشرع الدستوري إلى اختيار رئيس مجلس الشيوخ لخلافة الرئيس. طبعا في أفق الحديث عن إلغاء مجلس الشيوخ وبقاء البرلمان بغرفة واحدة، طبعا الوارد أن رئيس الجمعية الوطنية هو الذي يخلف الرئيس، ولكن يجب البحث عن جهة أخرى، لأنه قد يحدث الشغور منصب الرئيس ومنصب رئيس الجمعية الوطنية نفس الوقت، وبالتالي يطرح إشكال، وحصل هذا في بعض في الجزائر، وتم تأويل النص وأسندت الرئاسة لرئيس المجلس الدستوري. طبعا المجلس الدستوري جهة لها مصداقية كبيرة جدا، ولكن كونه هو الذي يقر الشغور المنصب، طبعا هو جهة مستفيدة، وبالتالي قد يتهم بأن قراراته في هذا الصدد ليست موضوعية تماما، وبالتالي يمكن التفكير في جهة أخرى تكون تسند لها المهمة في حالة حدوث شغور في منصب الرئيس ومنصب رئيس الجمعية الوطنية في نفس الوقت. وعلى كل حال هذا ممكن، لأن ما ورد في الوثيقة التي تمخض عنها الحوار هو مجرد أفكار، وبالتالي عندما تراد ترجمتها في الواقع في النص الدستوري هناك فسحة للتفكير وإيجاد الحلول الملائمة، وخاصة من طرف المختصين وأصحاب الرأي في هذا المجال. أيضا سأعرف مساهمة الدكتور محمد سيدي خباز في هذا الموضوع، لكن قبل ذلك لتسمحوا لي أن أذهب إلى أحد العناصر التي عندنا، وهي جولة في الصحافة نحاول من خلالها أن نرصد تناول الإعلام لمخرجات هذا الحوار الذي كان ختامه الليلة البارحة. إذن إلى العنصر. في رصدنا لأصداء مخرجات الحوار الوطني عبر المواقع الإلكترونية نقرأ ما ورد في موقع الوكالة الموريتانية للأنباء. أكد رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز في خطاب ألقاه مساء الخميس بقصر المؤتمرات في نواكشوط
بمناسبة اختتام فعاليات الحوار الوطني الشامل أن هذا الحوار كان ناجحا بكل المقاييس، وأنه ثمرة لثلاثة أسابيع من النقاش والتبادل الحر لترسيخ الديمقراطية وتعزيز اللحمة الوطنية وضمان مستقبل أفضل لكل الموريتانيين. وأوضح رئيس الجمهورية أن ما ورد في الاتفاق السياسي المتوج لهذا الحوار سيعرض في استفتاء عام على الشعب الموريتاني للنظر فيه بعيدا عن المصالح الشخصية والمزايدات السياسية. وطالب رئيس الجمهورية الشباب الموريتانية بجميع فئاته بالالتزام بتجديد الطبقة السياسية وتبني هذه المقترحات والدفاع عنها والتأسيس لموريتانيا ديمقراطية متصالحة مع ذاتها وتتسع لجميع أبنائها. ونقرأ في موقع صحراء ميديا: وقعت الأطراف السياسية المشاركة في الحوار الوطني الشامل على محضر الاتفاق السياسي المنبثق عن الحوار بقصر المؤتمرات بالعاصمة نواكشوط. ووقع عن أحزاب الأغلبية الرئاسية رئيس حزب الفضيلة عثمان للشيخ أبو المعالي، وعن أحزاب المعارضة رئيس حزب الوئام بيجل الحميد، وعن رئاسة الجمهورية الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي محمد لقضف. وحول أبرز خلاصات الحوار السياسي كتب موقع الأخبار إنفو: أبرزت الوثيقة النهائية للحوار السياسي العديد من النقاط والتوصيات، من أبرزها التوصية بإجراء استفتاء على الدستور قبل نهاية 2016. يقر المقترحات الواردة في الوثيقة الصادرة عن الحوار، كما دعت الوثيقة إلى إلغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم والنشيد الوطنيين، وإنشاء مجالس جهوية وتنظيم انتخابات بلدية وتشريعية سابقة لأوانها. وفي موقع مراسلون نطالع بيانا من الرابطة الوطنية لتخليد بطولات المقاومة الوطنية أشادت فيه بمخرجات الحوار الوطني الشامل، خاصة ما يتعلق بتغيير النشيد الوطني الحالي نحو نشيد يجسد الملاحم الخالدة للمقاومة الوطنية التي ضمخت هذه البلاد بالدم الأحمر القاني، وكذا تعديل العلم الوطني حتى يعكس موريتانيا الماضي والحاضر والمستقبل، موريتانيا التي دافعت عنها المقاومة الباسلة ويدافع عنها اليوم أبناؤها البررة، وفق ما ورد في بيان الرابطة. إذن شكرا للزميل شيخنا أحمد، كما قلت هي زاوية نحاول من خلالها أن نرصد تفاعل الصحافة مع القضايا المتعلقة بالحوار. إذن دكتور محمد سيدي خباز، هل لديكم مساهمة بخصوص ما أثير حول إنابة الرئيس؟ على كل حال إنابة الرئيس تعود في حال تمانع مؤقت للوزير الأول، والدساتير تحدد فترة زمنية 30 يوم أو 60 يوم على أبعد تقدير، وتنص الدساتير والقوانين التنظيمية على طريقة تنظيم هذه، قد تكون بتفويض منه هو مباشرة، فقد تأتي تلقائيا عن طريق تدخل المجلس الدستوري إذا منعه مانع من أنه يفوض صلاحياته فترة المانع المؤقت ولا شغور المؤقت. في حال شغور نهائي يسجله المجلس الدستوري أو الهيئة الدستورية، تعود لرئيس السلطة التشريعية اللي هي البرلمان، وحالة قد تكون استثنائية قد لا توجد، ولكن بوب عليها مقترحات الحوار بوبت عليها، إذا منع رئيس الجمعية الوطنية ولا رئيس البرلمان مانع يجب أن تكون هناك جهة يلجأ لها، هذا استثناء اللي هي رئيس الهيئة الدستورية، وهذا أعتقد أنه هو مرحلة مؤقتة ويجب أن تحدد في القانون لا تتجاوز عادة 90 يوم، لأن وظيفة رئيس الجمهورية وظيفة مهمة ولا يمكن أن تترك لاجتهادات، ولا يجب أن تقنن وتكون أقل شيء 45 يوم، أكثر شيء عادة لا تتجاوز 3 أشهر لتنظيم انتخابات وإحلال محل رئيس الجمهورية رئيس جمهورية جديد. إذن هذه آلية موجودة يعني. شكرا جزيلا لكم. دكتور محمد لمين، من القضايا أيضا التي أثيرت قبل وأثناء الحوار ما يتعلق بقضية فصل السلطات، كيف
تقدرون حضور هذا الموضوع في المخرجات التي طلعتم عليها فيما يتعلق بالجانب الدستوري فيما يتعلق بفصل السلطات؟ جيد، شكرا. ألفت انتباه على أن طبعا لا يفتح لكم في المدينة أن القانون الدستوري حاضرين، إلا أني أتجرع على أن نقول على أن في رأيي أعلن فصل السلطات اللي تكلمت عنه مخرجات الحوار أنه كان من المواضيع السياسية اللي مطروحة بحدة واللي تطرحها بعض الأطراف السياسية بعلن السلطة التنفيذية أنها طاغية على السلطة التشريعية وعلى السلطة القضائية، وبالتالي كانت فهم ضرورة للتدخل من خلال هذا الحوار على الأقل لإضافة بعض المسائل التي تطمئن الشركاء السياسيين في وجود هذا الفصل، حتى على الأقل لتنقية الجو من أجل أن يشترك الجميع في العملية السياسية. هذا ما أعتقده. إذا شكرا جزيلا لكم. دكتور حاتم، ماذا بخصوص توازن السلطات؟ كنا توقفنا قليلا مع دكتور محمد رميم فيما يتعلق به، لكن كانت هناك إشارة إلى زيادة صلاحيات الرئيس والبرلمان عملا على تجسيد ما يسمى دستوريا توازن السلطات. كما أشار العميد محمد لمين، لم يكن هناك توازن، صحيح لم يكن هناك توازن، لكن ما ثار انتباهي في اقتراح لأيام الحوار هو تقوية سلطات جهتين، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وهذا أمر مطروح قد يوصلنا إلى التوازن. وهون أنضم صوتي لدكتور سيدبو، هو عن الحوار اللي كان سايد هو حوار سياسي بالأساس، لأنه الأحزاب السياسية هيئات المجتمع المدني كانت تعبر عن آرائها بشكل ليس بالضرورة هو الشكلية القانونية التي يجب، لكن أيضا القانونيين والخبراء الدستوريين كانوا مشاركين إما كمستقلين أو عن طريق جهات، لكن كنا مشاركين كأي مشارك آخر، لم نكن، لأننا لا يمكن أن نقيد المشاركين والمحاورين بفنيات قانونية أعلى هو الدستور. وهناك فرق ما بين الشرعية والمشروعية، عندما نتحدث عن الشرعية نتحدث عن النصوص بما فيها الدستور، ولكن الشرعية أهم منها المشروعية لأنها هي التي تخلق الإطار التشريعي اللي نرجع له بما فيها الدستور. ولذلك أعتقد أن الوثيقة مهمة جدا ومفصلة وفيها أولويات الموريتانيين كما كنا ننتظر منها، عندما يأتي تطبيقها وإدراجها في مقترحات عملية سيتم تبويبها إلى عدة نصوص. هناك مقترحات الدستور ستنشئ بكل تأكيد في قوانين دستورية تعرض على الاستفتاء، ولكن المخرجات الأخرى لا تتعلق بالدستور. توازن السلطات يتعلق بالدستور، لكن توزيع الثروات لا يتعلق بالدستور. ستكون هناك استراتيجيات لدى الحكومة وستكون هناك سياسيات. نحن الليلة نناقش ما يتعلق بالجانب الدستوري فقط، هذا أهم شيء. بالنسبة للتوازن الأساسي هو أن هناك كان البرلمان لديه قوة هي المجلس الشيوخ. هذا مجلس الشيوخ لم يكن يحل، وكانت الحكومة مطالبة بأن تقدم له بيانات سياسية. كانت الجمعية الوطنية وما زالت، وأعتقد أنها سيقوى اختصاصاتها في المجال، يمكن أن تسقط الحكومة. المطلوب الآن هو أن عندما نقوي سلطات رئيس الجمهورية ونقوي سلطات الجمعية الوطنية سيكون بالتأكيد على حساب الوزير الأول. ولذلك لأن البرلمان بغرفة واحدة بطبيعته هو قوي، لأنه لن يكون هناك قراءة ذهنية لما يقرره، ولا بد لرئيس الجمهورية الذي هو في الحقيقة الذي ينفذ سياسة الدولة بجانبها التنفيذي أن يكون أيضا لديه من الحصانة ما يجعل حكومته على الأقل بإمكانها أن تقوم بالبرامج وتنفيذها بما تطلبه الأمر. ولذلك علينا أن
كما أشار الأساتذة الأفاضل أن عندما نريد أن نصيغ المقترح الدستوري لتعديل الدستور أن تكون اللجنة وهي اللجنة كما أشار فخامة الرئيس ستكون متساوية مسؤولة عن تنفيذ الحوار بشكل عام بما فيها الاقتراح هذه التعديلات الدستورية يجب أن تستعين بتقنيين يمكننا من إجراء الإصلاحات التي وقع عليها في الحوار دون المساس بمقدسات وثوابت الدستور لأن المواد متداخلة جدا وتحتاج إلى جراحة دقيقة حتى لا يفسد النظام الدستوري المبنون منذ 1991. إذن شكرا جزيلا لكم. إذن نحن لدينا مجموعة من العناصر في إطار البرنامج. إذن سنواصل نقاشنا ريثما تكون العناصر جاهزة لكي نطلقها. إذن في نفس الموضوع وموضوع توازن السلطات نسألكم في البداية تبسيطا للموضوع حتى نكون مع المشاهدين على أرضية واحدة ثم بعد ذلك قد يتساءل متسائل أنه نحن كل السلطات لدينا قد تكون بحاجة لإضافة صلاحيات جديدة إذا كان التوازن يفهم في معناه البسيط إلا مؤسسة رئاسة الجمهورية لأننا في نظام رئاسي على الأقل هناك العديد من الصلاحيات هذا قد يثار. أولا أنا أود أن أقول إن الأنظمة الدستورية ليست يعني ليست متعددة أو ليست هناك حرية لأن نختار أي نظام بشكل عشوائي. فالمشرع الدستوري عندما يريد أن يضع دستورا هو يحدد نوعية النظام الذي يريد هل يأخذ بالنظام الرئاسي أو بالنظام البرلماني أو بالنظام المختلط النموذج الفرنسي أو بالنظام المجلسي ما فيه نماذج أخرى وصور أخرى للأنظمة وهذه الصور من الأنظمة كل واحد منها عنده خصائص ومميزات تميزه. التوازن بين السلطات أو توازن السلطات هذا يطرح في إطار النظام البرلماني أو الأنظمة القريبة منه أو الشبيهة ما على مستوى النظام الرئاسي لا يطرح مسألة التوازن لأن الفصل جامد بين السلطات وليس هناك توازن كل سلطة تعمل باستقلالية تامة عن الأخرى ولا تملك أي سلطة وسيلة للتأثير على الأخرى. الرئيس لا يستطيع أن يحل البرلمان من النظام الرئاسي والبرلمان لا يستطيع أن يسقط الحكومة. إذن الحديث عن التوازن يكون بخصوص الأنظمة البرلمانية أو شبه البرلمانية. النظام الموريتاني هو نظام خليط مزيج بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني يأخذ من النظام الرئاسي تقوية مؤسسة رئيس الدولة وإعطائها صلاحيات واسعة ويأخذ من النظام البرلماني تقنيات أخرى متعلقة بعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية معناها يقر مسؤولية الحكومة والبرلمان وإمكانية إسقاطها عن طريق ملتمس الرقابة وإمكانية حل البرلمان وهذه تقنيات أساسية من النظام البرلماني. إذا أردنا أن نتحدث عن توازن إطار النظام الموريتاني فيجب لأن الكفة الآن تميل لصالح السلطة التنفيذية بشكل واضح ولسنا بحاجة إلى أن نقوي أو نزيد اختصاصات مؤسسة الرئيس. فعلا هذه آلية تشريع في بعض الفترات التي يكون البرلمان فيها غائبا هذه موجودة بعض الأنظمة يسميها فقه القانون الدستوري مراسم الضرورة ويمكن إضافتها ما سوى ذلك ليست هناك اختصاصات يمكن أن تضاف. الرئيس يملك اختصاصات واسعة في الظروف العادية ويملك اختصاصات كبيرة جدا في الظروف الاستثنائية عند تفعيل المادة 39 حالة الاستثناء. هناك إمكانيات فعلا موجودة في تعزيز مكانة البرلمان. من هذه الإمكانيات هو تخفيض شروط إثارة مسؤولية الحكومة مثلا تقديم ملتمس الرقابة وهذا يعزز دور الرقابة للبرلمان. يمكن أيضا أن نسهل شروط في حالة القانون
من طرف البرلمان إلى المجلس الدستوري. مثلا الآن الدستور يقول بأن القوانين العادية يمكن أن تحال إلى المجلس الدستوري للتأكد من دستوريتها بناء على يعني بقرار من رئيس الجمعية الوطنية، رئيس الجمهورية، ورئيس الجمعية الوطنية، ورئيس مجلس الشيوخ أو ثلث النواب أو ثلث الشيوخ. لماذا لا نعطي لكل 10 نواب أو 20 نائب الحق في أن يطلبوا إحالة قانون يشكون فيه دستورية المجلس الدستوري؟ هذا أيضا يعزز دور البرلمان. أيضا فيه بعض الآليات الرقابية لم يتضمنها الدستور، مثلا كالاستجواب، هناك السؤال، ولكن الاستجواب آلية معروفة من آليات الرقابة لم ترد في الدستور الموريتاني، يمكن إضافتها وتعزز الدور الرقابي للبرلمان. أيضا سلطة البرلمان مجال اقتراح القوانين، هذه السلطة مقيدة. طبعا المبدأ أن مبادرة القوانين يعني اقتراحها من اختصاص الرئيس، رئيس عفوا من اختصاص الحكومة وأعضاء البرلمان، ولكن عندما ندخل في مواد الدستور سنجد بأن اقتراحات البرلمان مقيدة بنص الدستور نفسه. يعني البرلمان لا يستطيع أن يقترح أي قانون إذا كان مشان يؤدي إلى زيادة في التكاليف العمومية أو نقص مورد عمومي، بينما من هذه الشروط غير موجودة بالنسبة للمبادرة بالقوانين التي تتقدم بها الحكومة. أيضا ما تريدون أن تخلصوا إليه حتى أضيف هذه النقطة. الحكومة هي التي تحدد جدول أعمال البرلمان وتدرج فيه النصوص التي تريد مناقشتها. إذن البرلمان ليس حرا في وضع جدول أعماله، الحكومة تتدخل بنص الدستور، يعني هذا متاح لها دستوريا، بأن ترتب النصوص في جدول أعمال البرلمان التي تريد نقاشها، إما وبالتالي ترتبها بالأولوية، تضع النصوص التي اقترحتها، مشاريع القوانين التي اقترحتها، والمقترحات المقدمة من طرف البرلمان إن وجدت والتي ترضى عنها. وبالتالي إذا كانت هناك اقتراحات قوانين صادرة عن المعارضة مثلا، يمكن أن تدرجها الحكومة في آخر القائمة، وبالتالي ستنتهي الدورة البرلمانية دون أن تناقش، وبالتالي تسقط. إذن هذه آليات دستورية موجودة في الدستور الموريتاني وتقيد البرلمان وتحد من صلاحياته، يمكن تخفيف منها أو إلغاء بعضها. وبالتالي أخلص إلى أن التوازن في الوقت الراهن بين مختل لصالح الجهاز التنفيذي. شكرا جزيلا لكم. نعم لديكم مساهمة. أولا مبدأ غفر السلطات مبدأ نظري، هي سلطات في سلطة تشريعية تسن القوانين، سلطة تنفيذية تنفذ القوانين، وسلطة قضائية تنطق بالقانون. إذن هذا فصل وظيفي. الفصل أن لا تتدخل سلطة في إطار سلطة هذا غير موجود حتى في النظام الرئاسي. مثالي، تصور مثالي. تصور مثالي. في الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس يعترض على قوانين الكونغرس، ولكن فيه وسيلة لرد الكونغرس أنه يتغلب على اعتراض الرئيس. في دستور نفس الشيء، في دستور المغرب، في دستور فرنسا، دساتير التوازن يقوم على أن من يمتلك سلطة تقابلها سلطة أخرى. الرئيس عنده سلطات، البرلمان عنده سلطات، ويتم التوازن في هذا الاتجاه. ولكن القول بأن التوازن في النظام البرلماني هذا غير موجود. النظام البرلماني عبارة عن سلطة واحدة، لأن الحكومة منبثقة. مثلا نأخذ مثال بريطانيا، الحكومة منبثقة عن مجلس العموم، وتسمى مجلس العموم بأنه غرفة تسجيل. كل ما يأتي من الحكومة عندما يكون فايز يوافق عليه، وهذا الأسلوب في كافة الدول تتبع مقترحات الحكومة، اقتراحات الحكومة في مجال القوانين. الحكومة عندها وسائل أكثر من البرلمانيين لإعداد القوانين، مشاريع القوانين، لإعداد السياسات الاقتصادية التقنية إلى غير ذلك. إذن الحزب اللي عنده، والله الأحزاب اللي عندها أغلبية في البرلمان توافق دائما على ما يأتيها من الحكومة. الحكومة عندها الخبرة، عندها
وهذه التقنيات تم إدخالها لعقلنة البرلمانات. لو لم تدخل هذه التقنيات لظلت البرلمانات في فرنسا في الجمهورية الرابعة كانت فيها فوضى في هذا المجال. البرلمان يقيل الحكومات والبرامج ترفض والمؤسسات سيرها غير منتظم. إذن الدستور الفرنسي 58 اللي اقتبست منه الدساتير الدول الناطقة بالفرنسية في شمال إفريقيا وغرب إفريقيا قلدت شيئا ما التقنيات اللي وجدت لضبط عمل البرلمانات وأصبحت تبدو الحكومة وكأن السلطة التنفيذية وهذا حقيقي عندها قوة أكبر. السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية الوزير الأول الحكومة أقوى من السلطة التشريعية. إذن التوازن مختل لصالح السلطة التنفيذية ولكن هذا عنده مبرراته. هو أن في نظام رئاسي وشبه شبه رئاسي لأن في نظام شبه رئاسي. إذن التوازن عندما نتكلم الناس فعلا يتكلمون عن فصل السلطات عن توازن السلطات والتوازن نسبي والفصل أيضا نسبي. المؤسسات متداخلة فيما بينها. لكن هناك سؤال دكتور سيدي في المنتديات طلبوا من المجلس الأعلى للقضاء مثلا يرفع من مكانة المجلس الأعلى للقضاء والسلطة القضائية وهذا شيء معقول. ولكن التصورات أن يعود رئيس المحكمة العليا هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء والله هي ليست رئيس الجمهورية وليست وزير العدل هذا أعتقد أنه سابق لوانه في بلادنا. رئيس الجمهورية عنده سلطات قضائية يمكن أن يخفف العقوبة يمكن هذه في الدساتير كلها ولا أتصور أن هذا الإصلاح والله هذا الاقتراح أنه كان وارد. ربما استبقتموني إلى سؤالي. السؤال الذي كنت أريد أن أسأل عنه هو أنه قد يتساءل أحد المتتبعين أنه لماذا الحديث عن السلطة القضائية غائب في إطار توصيات الحوار عن التوازن بين السلطات لأنه نص على مؤسسة رئاسة الجمهورية وعلى السلطة التنفيذية السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ولنص تعليم المخرجات بينما القضائية صحيح في التوصية على الأقل ما 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 اسمه صحيح ولكن في ما هو الإصلاحات الدستورية في دولة القانون نص على في المحور في واحد من المحاور الأربع نص على المسائل السياسية والانتخابية أول شيء منك مع فصل السلطات تماما هو استقلالية القضاء لكن تفضل. أنا كنت أستاذ أحمد منين عاد الموضوع موضوع القانون فقط يعود القانون ما يعود الدستور ياك تسمحوا للأستاذ تسمحوا لنا كاملين لأن محور الدستوري هو أحد المحاور الأربعة من الحوار المحاور الأخرى لكن كلها قانونية. نحن في حلقاتنا كلنا نأخذ أحد المواضيع وتارة نأخذ إحدى الجزئيات. لا 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 أوافقكم لسبب بسيط لأن الحوار شيء وترجمة الحوار شيء لا شيء يصح دون القانون لأن السياسات والاستراتيجيات ستصاغ في شكل قانون لكن دعونا على الأقل نناقش الإشكال القانوني. أنت تسألت عن قضية استقلالية القضاء استقلالية القضاء محور المسائل الانتخابية والسياسية. لا أنا قلت أنه فقط قد يتبادر إلى ذهن أحد المشاهدين أنه إحنا تكلمنا عن توازن السلطات وركزنا الحديث على ما يخص السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وأنه حتى في التوصية كان في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية أنه قد يتبادر إلى ذهن أحد المتبعين السؤال عن ما يتعلق القضاء. التوازن عندما نتحدث عن التوازن نتحدث عن توازن النظام معناه نتحدث عن توازن السياسي لأن البرلمان هيئة سياسية ورئيس الجمهورية هيئة سياسية بينما القضاء هو هيئة الدولة وعمله عمل فني ولا يدخل في المشاورات. وهنا اسمح لي بكلمة مهمة جدا نفهمه شنو هو دور القضاء. تفضل تفضل. هذا الحوار الذي عالوا رئيس الجمهورية كيف عبر البارحة أنه ما هو مبارس عليه وعبر رئيس بويدل عنه هو أفضل وسيلة لنقاش الأمور مبادرة القانون ومبادرة مراجعة الدستور من اختصاص الحكومة
وأغلبية القوانين اللي عندنا وأغلبية الاستراتيجيات اللي عندنا وأغلبية الإصلاحات اللي عندنا دائما تكون من طرف الحكومة ومن طرف الحزب الحاكم. ارتأى رئيس الجمهورية عنه يتخطى هذه الشكلية عن الحكومة تقعد بيروهات وتعدل مشاريعها وافتح الباب للأحزاب صحيح ربما داعمين للحكومة وأحزاب معارضة عنهم يشاركوا في صياغة الاستراتيجيات المطلوبة من الدولة. ولذلك أعود وأقول أن جميع هذه الاستراتيجيات وجميع المخرجات لن تكون إلا بشكل قوانين وعلي استقلالية القضاء مهمة جدا في الحوكمة وهذا هو أهم شيء. الحوكمة تقتضي أن الدولة كاملة الهيئات السياسية تقدر تتحارب وتقدر تتيشى ولا تجيها الناس، القضاء تجي الناس فر يجوها الاقتصاد يجوها السياسة يجوها الإجرام يجوها. ولذلك دعوه خارج لو سمحتم الكوليماتور بوليتيك ستادير قالوه مستقلة شوية حتى أيضا الحديث عن أبيات صلاحيات الوزير الأول الذي كان مطروحا والآخر على الأقل في السجال السياسي أيضا قد تتضمنه نفس الورشة اللي تكلمتوا عنها اللي هي ورشة نعم. إذن الآن نذهب إلى العنصر الذي لديناه هو عنصر نبض الشارع ونحاول من خلالها أن ننقل أصداء واقتراحات وتعليقات بعض المواطنين العاديين في تتبعهم للحوار الوطني الشامل. في الحقيقة الليلة كانت عرس ديمقراطي بما في الكلمة من معنى، جميع الكتل والطيف السياسي كله الليلة كان فرح جدا بهذا الخطاب فخامة رئيس الجمهورية اللي أوضح فيه من خلال تصريحات اللي صريحة جدا بل أنه لا يسعى إلى مأمورية ثانية ولا يسعى إلى تغيير الدستور ويريد دولة قوية على مبنية على أركان وعلى أسس جيدة وكذلك كما دعا كذلك الشباب إلى المشاركة الفاعلة في الحياة العامة وإلى كذلك تعزيز الوحدة الوطنية. الليلة كانت ليلة عرس حقيقي ديمقراطي في موريتانيا، كانت مفاجأة من العيار الثقيل حيث أعرب الرئيس أنه لا يريد مأمورية ثالثة، لا يريد تغييرا للدستور، لا يريد زيادة في السن الترشح. هذا ما سعينا له وما كنا نرجوه وما كان يريده الشعب الموريتاني. دعا الشباب إلى المشاركة في الحياة السياسية من أجل إنهاض البلد، من أجل انتعاش الوحدة الوطنية. دعا الجميع للمساواة في دولة جديدة. فعلا موريتانيا اليوم موريتانيا الدولة الثالثة التي نادينا بها منذ زمن والتي بدأنا نحقق أحلامنا هذه الليلة من خلالها. مع أولا شاكر الرئيس على خطابه اليوم اللي ثبت عنه يدور كان حوار حقيقي تعود أسس حقيقية لموريتانيا. أولا من المنبر أنا طالب من الشباب في موريتانيا من عند باسكنو الكرمسين الفصالينيرا النواذيبو عنهم يتباركوا مع قواعدهم ويعدلوا صيفة يبدلوا تبديل حقيقي للطبقة السياسية تعود فهم مدة الدور مدة تأسس الموريتاني الحقيقي. الرئيس فاجئ الموريتاني كامل وفاجئ المعارضة وفاجئ كذا اللي قالوا وعهدوا وما كان شيء توقعه، نص المجتمع الموريتاني ما كان يتوقعه وفخورين به بالحقيقة على وعده اللي عدلنا ورفض رؤوسنا قدام الناس كاملة وقدام الدول وقدام العالم كامل. فخورين بهذا الرئيس اللي بعهده وقال لا شيء شيء عنه ياسر من التشيعات وقال عنه ياسر من الشيء والحمد لله اللي عقب ما أخرج الحمد لله والناس هي ماشية فرحانة كاملة وتضحك ومنبسطة كاملة. الحمد لله أنا نجاح هذا الحوار وزين عندي وزين عندي من الوجوه الموريتانية الطيبة والأكاديميين والدكاترة اللي كاملين مصب اهتمامهم على حال التوافق موريتاني والناس اللي ما تبقي موريتانية تتوافق أراه هي ما هي مسؤولة ولا هي وطنية. أولا أشكر رئيس الجمهورية عن خطابه هذا الليلة لأنه سيخلده التاريخ. هذا الخطاب الذي سيكتب بحروف من ذهب. اسمع أطلب ماني باختصار أطلب من كل الشباب سواء في الأغلبية أو في المعارضة على أنهم يستجيبوا لي خطاب رئيس الجمهورية أن يقوموا في هذه الحملة إن شاء الله المباركة إن شاء الله وستكون إن شاء الله بخير على الشعب الموريتاني. إذن شكرا جزيلا للزملاء في فريق إعداد البرنامج. إذن دكتور محمد رمي كان هناك حديث في المخرجات عن تعديلات قد تطال بعض المؤسسات الدستورية ودسترت مؤسسات أخرى كالمجلس الأعلى للفتوى والمظالم، ما رأيكم بهذا الخصوص؟
كما قلت في البداية أن مخرجات الحوار اتجهت نحو تبسيط هذه المؤسسات، تقليص عددها، والاحتفاظ بجميع اختصاصاتها. هذه فعلا سمة من سمات التوصيات اللي خرجت عن هذه ورشات الحوار. وأعود إلى نقطتين أريد أن أعلق عليهما. النقطة الأولى متعلقة بالحوار نفسه، أن الحوار على كل حال هي على ما أعتقد التجربة الثالثة للموريتانيين في الحوار، وعلى كل حال ما زالت تشوبها بعض النواقص وتحتاج إلى بعض التحسينات، يجب أيضا لفت الانتباه إليها في نقاشات مثل هذه النقاشات، حيث فعلا كان في الحوار مجموعة من المختصين في بعض المجالات، لكن غيبهم ذوبانهم في كل المتحاورين. كنت أرى بأنه كان من الضروري لهذه الورشات أن تكون لديها بعض اللجان الاستشارية الفنية، كلما توصلوا إلى نقطة وحيلت إلى هؤلاء الفنيين في المجال، مثلا في المجال الدستوري إلى لجنة دستورية، وفي المجالات المتعلقة بالتغييرات الجهوية المتعلقة بالنظام الإداري الجهوي تحال كذلك إلى مجموعة من الفنيين لتعطيهم رأيا يسدد خطاهم فيما سيتفقون عليه وفيما سيقرونه، رغم أن هذا يمكن أنه أو على ما أعتقد يمكن تصحيحه في المستقبل، لأنه بالإمكان تطبيق هذه فعلا مخرجات، لكن لا بد من العودة من جديد للمختصين في هذا المجال. إذن في هذه النقطة أردت أن ألفت الانتباه بأن الحوار نفسه، آليات الحوار نفسها يجب أن تستفيد كذلك من التطورات، ويجب أن نستفيد من تجربتنا فيها حتى نحاول أن نقلص النواقص التي كانت موجودة فيها. لدي تعليق آخر على نقطة أخرى، وهو هي المتعلقة بالفصل السلطات والتي تحدث عنها العميد، وهي أن هذا الفصل نظري تماما، وحتى أنه يثير الآن بعض النقاشات الأكاديمية التي تقول بأنه في الديمقراطيات، حتى في الديمقراطيات العريقة، يعتبر عمليا غير موجود، باعتبار أن الديمقراطية تفرض وجود منتصر في السلطة التنفيذية، في نفس الوقت هو منتصر في السلطة التشريعية، وبالتالي فإن كل ما يقوم به مبادرات سيصادق عليه. أعتقد أن هذه المخرجات، وكما أشارت إلى ذلك بعض نقاطها، أولا تريد تعزيز صلاحيات المجلس التشريعي، وكذلك عندما نربط هذه الجزئية بالنقطة الثانية والمتعلقة بتعزيز نظام النسبية، نجد أن الإصلاحات تتجه إلى إعطاء الأقليات التي قد تكون ممثلة في البرلمان دورا يسمح لها في التأثير في النظام، وبالتالي قد يكبح من جماح تسيير الأغلبية للشأن العام بشكل عام، سواء كان تشريعيا أو تنفيذيا. إذن هذا أساسا على في هذه النقطة، وأردت أن ألفت الانتباه إليه. كذلك اسمح لي قليلا، دور السلطة القضائية فعلا تم تغييبه عن هذا المجال، وخصوصا التعديلات الدستورية، لكنه في الورشة الأخرى كما أشار دكتور حاتم بناء دولة القانون لكن هو كان موضوعه الأساسي هنا، ذلك التعديلات التي الدستورية كان يجب أن تبوب على استقلالية القضاء، وما أثير في المحور الآخر هو ما سيقوم به القضاء، أي النشاط الذي سيقوم به القضاء، أنه يحقق العدالة للجميع وكذا إلى آخر ذلك، لكن الاشتراطات المتعلقة بالفصل كان يجب أن تكون في هذا المحور. وكما أشار الإخوة أن هناك معضلة حقيقية في أن يكون رئيس المجلس الدستوري خلفا للرئيس بعد رئيس المجلس الجامعي، كان على كل حال من الممكن أن نفكر كما أشار العميد أن نفكر في إدخال المحكمة العليا مثلا، باعتبارها إما أن تكون هي المسؤولة عن إعلان الشهور، وبالتالي يصبح المجلس الدستوري قد يلعب هذا
الدور المنوط به واللي هو إنابته الرئيسي بعدها. إذن بالإمكان كانت إدخال بعض التقنيات التي تسمح بالخروج من بعض الإشكاليات التي قد يطرحها هذا التعجيل الجديد. شكرا جزيلا لكم دكتور محمد الأمين. كنا استمعنا الآن إلى آراء بعض المشاهدين، بعض المواطنين من المشاركين في ختام الحوار الليلة البارحة. لدينا فقرة أخرى ترصد آراء بعض المواطنين عن طريق الهاتف. أولا شاكرة الجزيرة الموريتانية على التغطية اللي تمكننا من خلالها أننا نعود بعد قاعد في قلب الحدث ونتابع الحوار إن شاء الله بكل تفاصيله. ونختار نقول لنا أبويا مرجان الحوار مكتب البلد ومطلب الشعب، هو يعبر طبعا عن حالة سياسية صحية للدولة والحمد لله. تابعنا نتائج البارح وكانت إن شاء الله راضية وبناء وجيدة، والرئيس كان خطابه بغاية الروعة وغاية الجمال، ولا يحتاج التحليل بالكافي واضح قاع وبناء ينقل من خلاله أن رئيس يخدم بلد بكل ما وتيه من قوة. شكرا لفخامة رئيس الجمهورية، شكرا للتلفزيون الموريتاني، شكرا لكم جميعا. نتائج الحوار زين عندي حتى تصريح سيد الرئيس أنه ما هو ترشح المأمورية هذا الدستور يضع خط أحمر إذا حق إلى زين، وعلى العموم زين عندي قال زين عندي كام زين عندي اللي اجتمع المحاورين عليه زين عندي شمل الموالاة لبعض المعارضة. هذا حوار جيد وأنا نزمن رئيس الجمهورية اللي عدل، وجزا الله الرئيس جزا الله خير اللي عين بين على أنه هو ما هو مترشح والمنظمة ما يدورها ومأمورية ما يدورها. إذن كانت هي رأى بعض المواطنين عن طريق الهاتف. إذن هناك مواطنون آخرين نرصد آراءهم خلال مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك والرقم الظاهر لنا على الواتساب على الشاشة. إذن إلى آراء هؤلاء المواطنين الذين تفاعلوا مع مخرجات الحوار على الفيسبوك. تفاعل رواد موقع الفيسبوك اليوم مع نتائج الحوار الوطني الشامل مشيدين بالنقاط التي وردت في خطاب رئيس الجمهورية، وفي هذا السياق دون محمد سالم بمبا. ثالث، لا أحد يمكن أن يقف أمام إرادة الشعب، لا مجال إلى نفق العنف الأعمى، ذلك هو مجمل القول الفصل الذي حسم من خلاله فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز الجدل، وأعطى إشارة الانطلاق لتطبيق مخرجات الحوار الوطني. ودون سيدي والمجاد، الليلة انتصرت موريتانيا وظهر الرئيس محمد بن عبد العزيز بروح وطنية عالية عندما أعلن احترامه الصريح للمواد المحصنة في الدستور، وفي طليعتها التأكيد على مسألة المأمورية الرئاسية التي أثارت من الجدر ما أثارته في الساحة السياسية وخاصة في المعارضة قبل الموالاة. وفي الحقيقة الرئيس ألقى خطابا تاريخيا في مرحلة حاسمة تقف فيها موريتانيا على مفترق الطرق، فإما مسار واضح نحو المستقبل بترسيخ الديمقراطية والتناوب السلمي على السلطة، وإما الارتكاس في مهاوي الفتن والإضرابات التي عانت منها بعض الدول في المنطقة. إنه خطاب تاريخي بامتياز رسم الدهشة على وجوه الموالين في القاعة قبل المعارضين خارجها، وأظهر للرأي العام الدولي قبل الوطني أن مصلحة موريتانيا فوق كل اعتبار، وأن الديمقراطية منجز ينبغي أن يكون لصالح الجميع وليس لصالح الأشخاص أو الفئات. فهنيئا لموريتانيا أولا، وهنيئا لفخامة رئيس الجمهورية محمد بن عبد العزيز على هذا الخطاب التاريخي، والذي سيزيد الثقة دون شك في مسارنا الديمقراطي وآفاقه المستقبلية. ودون الحسن المختار، خطاب رئيس الجمهورية وضع النقاط على الحروف واستجاب لتطلعات الوطنيين ومثل تتويجا لنجاح الحوار الوطني الشامل. شكرا فخامة الرئيس محمد بن عبد العزيز. وإلى المدونة الصوفي محماي،
الذي كتب: سيدي الرئيس، سيكتب التاريخ أنكم أسستم الجمهورية الثالثة الموريتانية من خلال حوار دعوتم له كل الأطراف السياسية، فجاءكم من تهمه مصلحة موريتانيا ومستقبلها، ورسمتم معا معالم جمهورية ثالثة موريتانية تتأسس على العدالة والأسلوب الديمقراطي الراقي. سيكتب التاريخ أيضا أنكم ضحيتم من أجل موريتانيا وقدمتم مصلحة الشعب والدولة. إذن شكرا للزملاء في فريق إعداد البرنامج. دكتور حاتم، الآراء التي تلقيناها هي كلها إشادات ما يتعلق بقضايا المأمورية، إن كان لديكم تعليق بهذا الخصوص واستدراكات على بقية النقاش الذي سمعته. شكرا. على كل حال، كمواطن أنا زدان الله جيما فيليسيت مهنا نفسي بقرار رئيس الجمهورية ورفع للبس وموقفي قاع الشخصي ما لابد من أنه لكم مولاتي بما أنكم مستضيفيني كأستاذ، لكن كأستاذ وكمراقب نذمن تقنية الحوار. لأن الحقيقة أن رئيس الجمهورية لم يكن فعلا مجبر على الحوار، وأعتقد أن الذين عارضوا هذا الحوار كانوا يعتقدون خاطئين أنه لتمرير مسألة معينة ذبت البارحة أنا لا أساس لها، ولكن أعتقد أنهم اقتنعوا في لحظة معينة أن رئيس الجمهورية لا يريد مأمورية ثالثة، ولكنهم كبعض المفاوضات أعتقدوا أنهم ذاهبون للمفاوضات لتسليم السلطة قبل أوانها. هذا أيضا ضرب من الخيال. المهم ما حصل هو أن الموريتانيين جميع الآراء، من شارك ولم يشارك، جميع الآراء لدى الموريتانيين طرحت، وأنا على يقين أن رئيس الجمهورية كما التزم وحكومته والمشرفين عليها فنيا سيقومون بالواجب من أجل إيصالها إلى مبتغاها وهو الإصلاحات المنشودة. فقط لعل وعسى ربما لن نكون من المشاركين في صياغة الأمر، وعد رئيس الجمهورية بإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وبلدية، من حقه دستوريا أن يحل البرلمان ويقوم بانتخابات تشريعية مبكرة، لكن في البلديات يجب أن لا ننسى أن نمررها في الاستفتاء قبل 2016 حتى يكون بإمكانه في 2017 أن حلها بالبلديات. إذا شكرا جزيلا لكم. إذا دكتور سيد محمد، محكمة العدل السامية في مخرجات الحوار تم إلغاؤها وتوزيع صلاحياتها بين القضاء والمجلس الدستوري مع الإبقاء على اتهام من اختصاص البرلمان. ما هي رؤيتكم من ناحية دستورية لهذا؟ هي لم تلغى بعد. إذا هناك مقترح إلغاءها وتوزيع صلاحياتها، وأنا بعد شخصيا هذا المقترح ما هو واضح لي. لأن أولا لا بد من جهة تكون مسؤولة عن محاكمة كبار المسؤولين في الدولة، من رئيس وأعضاء الحكومة والوزير الأول، وعادة هذه الجهة إما أن تكون محكمة كما كانت، وإما أن تكون البرلمان نفسه. أما إشراك المجلس الدستوري في العملية فمسألة أنا شخصيا لم أرى طالع على تجربة من هذا، لا أعرف كيف سيكون المجلس الدستوري مساهما في العملية. المجلس الدستوري لا أعرف. يعني لم أطلع على تجربة من هذا النوع. مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية سلطة الاتهام يملكها مجلس النواب، والمحاكمة يقوم بها مجلس الشيوخ، يتحول إلى محكمة لمحاكمة كبار المسؤولين. بعض الأنظمة الأخرى هناك محكمة تتهم وتحاكم وتصدر الحكم. في هذا المقترح أعتقد بأنه عندما نريد أن نترجمه واقعيا في نص الدستور لابد من إدخال تحويرات على هذا المقترح بهذا الشكل. يعني المشكل في مسطرة الاتهام مثلا؟ لا، ما مسطرة الاتهام، لا مسطرة الاتهام لا تطرح مشكلة. مشكلة كيف ربما سيوزع الاختصاص بين
القضاء العادي وبين الدستور وبين المجلس الدستوري. ربما يعوض هذا المجلس الدستوري عفوا لا, لا 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 ربما يعاونكم على فهمه بسيطة. ربما يعوض هذا مطالبة بعض المحاورين بأن يصبح المجلس الدستوري محكمة دستورية. أولا المجلس الدستوري والله المحكمة الدستورية عادة تسمى قاضي الانتخابات واختصاصه عادة يتعلق إما بالإشراع الانتخابات والنظر في النزاعات الناتجة عنها والله مراقب دستورية القوانين لا شأن له مسألة الجرائم ومحاكمة المجرمين والاتهام عادة ما مجلس الدستوري بعيد عن هذا هو عن هذا الجانب ولا يحدد عقوبة الطريقة هي طريقة سياسية البرلمان يتهم رئيس الجمهورية ويتهم الوزراء يسقط الحكومة الوزير الأول والحكومة بأغلبية بتصويت أغلبي يقيل رئيس الجمهورية يتهمه بأغلبية أعضائه ويحاكمه في مؤتمر بأغلبية ثلثين والله ثلاثة أخماس والله أربعة أخماس يعني أغلبية معتبرة يقيله المجلس الدستوري يعطي رأي فقط في عزل الرئيس هل هو صحيح لإجراءات هل هي صحيحة أم لا لا يصدر عقوبة والخيانة العظمى ليست شيء محدد ليست في القانون الجنائي شيء قال له الخيانة العظمى لرئيس الجمهورية والله للوزير عندما يقال الوزير أو رئيس الجمهورية يتابع القضاء على طبيعة الخطأ اللي ارتكب هذا هو تأويلكم للنقطة لا هذا هو الصحيح هذا الأسلوب في فرنسا أدخل 2008 لا رفورم بيير أفريل واتبعت تونس في دستورها لا يوجد عندها محكمة هوتكور دي جيستيس محلات خالق وفي كثير من الدول في أمريكا اللاتينية كان متهمة رئيسة وعقالوها وعندما يصبح المسؤول مواطن عادي يتابعه القضاء إذا كانت فيه تبعات إذا كان عزل سياسي يتم بهذه الطريقة إذا أغلقت القصة نعطي الدكتور سيد محمد هو عادة هذه الهيئات اللي مسؤولة عن محاكمة مسؤولين كبار المسؤولين عادة تنتهي أو يتوقف اختصاصها عند ما تصوت بالعزل وبعد أن تصويتها بالعزل يعني بارتكاب الجريمة من طرف يعني الخيانة العظمى من طرف شخص معني هذا يؤدي إلى عزله وبالتالي عندما يعزل يفقد الحصانة وبالتالي هنا يمكن متابعته أمام القضاء الجنائي العادي هذا هو اللي هذا هو معنى هذا مألوف أنا بخصوص مسألة أثرتها قبل اخترنا نقول فيها كلمة تفضلوا مسألة عدم الحديث عن موقع القضاء في إطار التوازن بين السلطات طبيعي أنه لا يتم الكلام عليه المبرر ما في لأن القضاء عادة جميع الدساتير تؤكد على استقلالية السلطة القضائية وقلة الاستقلال يعني عدم الاستقلالية اللي يثير البعض لا تتعلق بالنص الدستوري النص الدستوري واضح وصريح في أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وإنما ينصرف إلى مسألة الممارسة أساسا النصوص الدستورية والقانونية تكرس استقلالية القضاء من مستوى النص هذه الاستقلالية موجودة ولكن يعني على مستوى الممارسة في شيء آخر وبالتالي عندما نتكلم عن التوازن بين السلطات يجب أن نستبعد القضاء معنى التوازن بين السلطات هو التوازن متى يحصل يحصل الأنظمة عندما تملك كل سلطة وسيلة تؤثر بها على الأخرى معناها كل سلطة خايفة من الأخرى تملك سلاحا في مواجهتها وهذا التوازن يوجد على مستوى النظام البرلماني بها اللي الرئيس يستطيع أن يحل البرلمان ينهي وجود والبرلمان يستطيع أن يسقط الحكومة وهاتين الآليتين
هما اللتان تحدثان التوازن. وعندما تكون هناك يملك مثلا السلطة التنفيذية إمكانية الحل ولا يملك البرلمان إمكانية إسقاط الحكومة يختل التوازن. طبعا قد نجد هاتين الآليتين ولكن التوازن لا يكون موجودا لأن إجراء الحل غير يعني مشروط بشروط معينة. الرئيس في أي وقت يستطيع أن يصدر قرارا بحل البرلمان ولا يحد ذلك سوى اعتبارات سياسية. هذا ما هو موجود النظام البريطاني. دكاترة ما عندي ياسر من الوقت حتى من 1928 إلى 1979 ما قط إذا موجود المستوى النظري موجود وقيلت حكومة ما قط وقيلت حكومة لأن الحكومة والبرلمان شيء واحد. إذا موجود على المستوى النظري موجود على المستوى القانوني لا لا القانون أيوة طبعا إحنا نتكلم وعلى المستوى العملي على مستوى الممارسة يعني يختلف تطبيقه من بلد إلى آخر. إذا هون خلاصة قد نجد هذه الآلية نجد إمكانية الحل وإمكانية إسقاط الحكومة ولكن إمكانية نزع الثقة من الحكومة عن طريق مؤتمر الرقابة عادة يكون مشروطا بعدة شروط تجعل إعماله صعبا بينما الآلية الأخرى التي تملكها السلطة التنفيذية سهلة الاتخاذ معناها الرئيس ممكن أن يتخذها في أي وقت وبالتالي تكون الكفة مائلة لصالح السلطة التنفيذية وليس لصالح السلطة التشريعية. ومن في هذا الإطار نتكلم يتم الحديث عن التوازن. إذا شكرا لكم دكتور أنا القيادير كثير من الوقت سأرجع إليكم كان في الوقت بقية. تفضلوا دكتور عبيد. لدي رأي حول في عجالة بالطبع حول استقلالية القضاء لأن النص نفسه في الدستور وهذا هو مجال على ما أعتقد نقاشنا. النص نفسه في الدستور ينص على السلطات الثلاثة مستقلة. يقال الحديث عن آلية تعزيز الآلية آلية هذا الاستقلال تعزيزه في النص الدستوري والقضاء له الحق في أن تعزز آليته خصوصا أنه تم الحديث عن تعزيز سلطات المجلس على القضاء المرؤوس من طرف رئيس السلطة التنفيذية. إذن من الضروري إدخال آليات جديدة لتعزيز استقلالية القضاء والتعديلات الدستورية في هذه النقطة. أخيرا أريد أن ألفت انتباه لنقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هو أن هذا الحوار فعلا جعلنا في وضعية من الأكيد ستقدمنا للأمام عن الوضعية التي كنا فيها وكذلك من سمته الأخرى أنه أيضا نقى كثيرا من الأجواء السياسية حيث أصبحت ظروف مواتية لاشتراك الجميع في الخطوات القادمة الذين كانوا يقاطعونه تنقت الأجواء وأصبحوا أيضا بمقدورهم أن يساهموا في خطوات حتى ماذا عن الطريق إلى الاستفتاء؟ البعض من المشاهدين لا يعود السائل بلي فما واحدين يقولوا عن بالإمكان ماشي شور الاستفتاء الشعبي العام واحدين يقولوا عن لابد من تتكلم تقنيا صحيح ربما بعض الزملاء وهذا كيف كنتكم قبيلة إلى أبقى من الوقت شين لا إلى عدل دقيقة واحدة لا نقولوا قضية اختلاف بين الأساتذة. مبدئيا اللي تشبث بالشكليات يقول أن هناك باب مخصص لمسطرة مراجعة الدستور يعتبر الأمور واضحة. من يريد أن يراجع الدستور شكليا يتبع تلك المسطرة ويتبع أحكام ذلك الباب. لكن أيضا الدستور نفسه يقول إن لرئيس الجمهورية الحق في العرض على الاستفتاء الشعب أي موضوع. بعض الزملاء رأى أن 2006 دستور جديد. الجمهورية الفرنسية عام 58 كان رئيس الجمهورية ينتخب من طرف النواب. ديغول قال أريد أن أنتخب بطريقة مباشرة ومن الطبيعي إذا مرق على البرلمان ما هم لي يقبلوه. قاموا بشف استفتاء عام 62 وأقر أن رئيس الجمهورية ينتخب بالطريقة المباشرة. بعض الناس عارضت الموضوع ولكنه في النهاية أوامر واقع وعادي ويصح. إذن شكرا لك دكتور حاتم. شكرا لكم ضيوفي الأعزاء. داهمنا الوقت كان النقاش شيق ومفيد جدا. أرجو أن يكون المشاهدين قد استفادوا منه. إذا أقول لكم تحياتي في ختام هذه الحلقة وتحيات مخرجها وفريق إعداد البرنامج وكل الفريق الذي ساهم
في إنجاز هذه الحلقة، ولن يتجدد لقاؤنا، أترككم في أمان الله.